مرحبا بكل المشاهدين ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز أخبار كرة القدم وأبرز ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية. رح نبلش مثل العادة مع نتائج أبرز مباريات يوم أمس في دوري أبطال إفريقيا. كان في دور المجموعات بريميرو دي أوغوستو من أنغولا تعادل بنتيجة 1-1 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو. الرجاء الرياضي المغربي كان لعب على أرضه أمام شبيبة القبائل الجزائري وفاز عليه بنتيجة 2-2 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس. كان سجل الأهداف نجيتا في الدقيقة 51 وسفيان رحيمي في الدقيقة 54. أيضا القمة بين الترجي الرياضي التونسي وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو انتهت بالتعادل السلبي على الملعب الأولمبي في رادس. في أبرز مباريات نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز كان هناك مباراة قوية بين وولفرهامبتون ومانشستر سيتي. وولفرهامبتون لعب على أرضه وعاد بطريقة خيالية، عمل ريمونتادا أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2. مانشستر سيتي كان فايز بنتيجة 2-0، سجل الأهداف رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 25 وأيضا ستيرلينغ في الدقيقة 50، ثم وولفرهامبتون عاد وسجل 3 أهداف في الدقيقة 55 و82 و89. سجل الأهداف تراوري وراؤول خيمينيز ومات دويرتي، وشهدت هذه المباراة طرد الحارس أدرسن في الدقيقة 12. ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه المباراة من خلال التعليقات. كيف رأيتوا المباراة؟ هل استحق مان سيتي هذه الخسارة؟ في خبر آخر، أو خلينا نتحدث عن نتائج مباريات اليوم ومواجهات اليوم في دوري أبطال إفريقيا. أيضا يستكمل دور المجموعات. زيسكو يونايتد من زامبيا راح يستضيف الزمالك المصري. النجم الساحلي التونسي راح يستضيف الهلال السوداني. اتحاد الجزائر راح يستضيف ماميلودي سانداونز من جنوب افريقيا. الاهلي المصري راح يستضيف بلاتينوم من زيمبابوي. والوداد الرياضي المغربي راح يستضيف بيترو اتلتيكو من انغولا. ايضا اليوم في عنا ربع نهائي كاس محمد السادس للانديه الابطال، مباراه بين الاتحاد الاسكندري المصري والاسماعيلي المصري. في مباريات البريمير ليج اليوم، برايتون راح يستضيف بورنموث، نيوكاسل يونايتد راح يستضيف أفرتون، ساوثامبتون راح يستضيف كريستال بالاس، واتفورد راح يستضيف أستون فيلا، ويست هام يونايتد راح يستضيف ليستر سيتي، نوريتش سيتي راح يستضيف توتنهام هوتسبيرز، وبيرنلي راح يستضيف نادي مانشستر يونايتد. أكيد نحن راح نكون معكم عبر البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن هذه المباريات. ننتقل الآن إلى أخبار الصحافة والانتقالات والشائعات وكل ما يتعلق بذلك. طبعاً الخبر المهم جداً وهو أبرز خبر معنا خلال الساعات القليلة الماضية، نادي ميلان أعلن رسمياً عن تعاقده مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق البالغ من العمر 38 عام، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأمريكي في ديسمبر الجاري. إذا ارتبط زلاتان مع الميلان بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، يعني لمدة 6 أشهر، مع خيار التمديد لموسم إضافي. ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه الصفقة من خلال التعليقات. هل عودة زلاتان راح تكون مفيدة إلى الميلان أم لا؟ في خبر آخر، وفقاً للصحافة الإسبانية، نادي ريال بيتيس سيحاول التعاقد مع الألماني أميري تشان لاعب نادي يوفنتوس في الميركاتو الشتوي المقبل. طبعاً أميري تشان مطلوب من قبل أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من أجل إقحامه في صفقات تبادلية، والآن نادي ريال بيتيس دخل على الخط أيضاً وحابب أنه يتعاقد مع أميري تشان. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية، نادي إسبانيول مهتم بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي هالك البالغ من العمر 33 عام والذي يلعب حاليا في الدوري الصيني مع نادي شانغهاي. هالك على ما يبدو أبدى رغبته في العودة لأوروبا، ونادي إسبانيول مهتم بضم اللاعب. إذا لننتظر ونرى
مستقبل هذه الصفقة. في خبر آخر، كان بيدرو رودريغيز مهاجم نادي تشيلسي تحدث عن فترة لعبه في نادي برشلونة، وقال: فترة لعبي في برشلونة كانت بلا شك الأفضل في مسيرتي الرياضية، وعندما أتذكرها أشعر وكأنني أحلم. العودة للعب في برشلونة شيء أتمناه بكل تأكيد، لكن الأمر يبدو صعبا. إذا اتصلوا بي سأترك كل شيء. عندما واجهنا برشلونة في فترة الإعداد للموسم الجديد وتحدثت مع فالفيردي، رأيت إمكانية العودة، إلا أن الباب أغلق سريعا. لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل. إذا بيدرو رودريغيز أبدى بكل صراحة رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني إذا طلبوه. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية، فإن الأسطورة أندريس إنيستا لاعب فيسل كوبي الياباني البالغ من العمر 35 عام رفض عروض من قبل أندية لوس أنجلوس جالاكسي ومونتريال ساندرز وإنتر ميامي الأمريكية ومن قبل نادي ستوديانتس الأرجنتيني، وفضل الاستمرار مع ناديه الحالي. إذن في خبر آخر أيضا وفقا للصحافة الإسبانية، فإن أندية بايرن ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمة بالتعاقد مع حارس نادي برشلونة الألماني الأخطبوط مارك أندري تيرشتيغن. ياريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات. هل تعتقدون أنه تيرشتيغن ربما قد يستمع إلى أحد هذه العروض ويترك برشلونة أم لا؟ في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، على ما يبدو ماريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد الاحتياطي اقترب من الرحيل عن صفوف ناديه خلال سوق الانتقالات الشتوية إلى نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. يعني ماريانو دياز رح يذهب إعارة إلى روما لمدة 6 أشهر، وحسب الاتفاق سيتم تقسيم راتبه بالتساوي بين النادي الملكي والنادي الإيطالي. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة البريطانية، نادي مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض بقيمة 80 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع جيمس ماديسون لاعب وسط نادي ليستر سيتي المتألق جدا. في خبر آخر، ووفقا للصحافة الإيطالية، ناديي فيورنتينا الإيطالي ولايبزيغ الألماني يتنافسان لضم اللاعب البولندي كريستوف بيونتك مهاجم نادي ميلان الإيطالي في يناير كانون الثاني المقبل خلال الانتقالات الشتوية. إذن وفي خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، النجم الفرنسي بول بوكبا طالب وكيل أعماله مينو رايولا بمواصلة المفاوضات مع نادي يوفنتوس من أجل عودته إليه في سوق الانتقالات الشتوية. إذن وفقا للصحافة، بوكبا يطالب بالعودة إلى نادي يوفنتوس، هو لا يرغب بالبقاء بعد الآن في نادي مانشستر يونايتد، وعلى ما يبدو لا يرغب بالانتقال إلى نادي ريال مدريد أيضا، يلي بنسمع دائما شائعات أنه طالبين بوكبا. في خبر آخر، كان نادي ليفربول الإنجليزي أعلن عن عودة لاعبه المعار إلى دوري الدرجة الثانية الألماني إلى شتوتغارت، اللاعب المعار ناثانيال فيليبس في يناير كانون الثاني المقبل. إذن سيعود ناثانيال فيليبس بداية من الشهر المقبل، وسيشارك مرة أخرى مع الفريق الأول لليفربول. أيضا في خبرنا الأخير، على ما يبدو وفقا لتقارير صحفية، أرتورو فيدال نجم نادي برشلونة تقدم بشكوى أو رفع دعوى ضد نادي برشلونة بسبب عدم دفع مكافآت متأخرة له منذ الموسم الماضي. إذن فيدال تقدم بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية ورابطة الدوري الإسباني يوم 5 ديسمبر عن طريق محاميه، وطالب على ما يبدو فيدال بالحصول على مبلغ 2,400,000 يورو، وبرشلونة كان أكد عدم صحة دعوى اللاعب، وادعى برشلونة أن اللاعب لم يفهم بنود عقده بشكل صحيح بل فهمها بشكل خاطئ، وبالتالي النادي ليس مطالب بدفع أي مبلغ لأنه ينص عقد فيدال على حصوله على مبلغ تقريبا 2,000,000 يورو إذا خاض 60 مباراة بقميص برشلونة، واللاعب لم يخض 60 مباراة بقميص برشلونة وفقا لما قاله النادي.
وأوضح نادي برشلونة أنه البند المذكور حدد أن المباراة تحتسب ضمن 60 مباراة في حالة مشاركة اللاعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، وهو لم يصل له فيدال بعد، لم يشارك في 60 مباراة لمدة 45 دقيقة. لننتظر ونرى ماذا سيجري فيما يتعلق بهذا الموضوع بين فيدال وبين برشلونة، لكن إذا فعلا كان هذا الموضوع صحيح يبدو أنه فيدال سيخرج من نادي برشلونة قريبا. ياريت تبدوا رأيكم أنتم أيضا بهذا الموضوع من خلال التعليقات. هل تعتقدون أنه فيدال مظلوم في برشلونة؟ يجب أن هو لاعب جيد ويستحق الحصول على دقائق أكثر ويجب له الخروج والبحث عن نادي لحتى يلعب بشكل أساسي، أم تعتقدوا أنه لا، برشلونة معه حق في التعامل مع فيدال؟ إذا مشاهدينا، هذا كان نهاية حصادنا الكروي لليوم. أنا بتشكركم كتير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة من خلال البث الحي على صفحة أخبار الآن. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.